السلام عليكم. لكل الناس اللي بتسألني عن حاجة للبشرة الدهنية، يعني استخدم ايه يا دكتور محمد ينقي البشرة الدهنية، استخدم ايه يشيل اثار حب الشباب، استخدم ايه يخلي حب الشباب ما يخرجش في الجي يخرجش على البشرة، استخدم ايه يمنع لمعان البشرة، استخدم ايه ينقي البشرة وينظفها ويخلي البشرة ترجع نضرة تاني ويكون فيها مواد مرطبة. يا جماعة، اي حد بشرته دهنية او معرضة للبشرة الدهنية او عندك حب شباب او عندك اثار لحب الشباب، ابدأ باستخدام صابون طبي مخصص للامر ده صباحا ومساء على الاقل لمدة اسبوع غير ما تتخلص من الاثار دي خالص. انا برشح لكم 3 صابونات موجودين في مصر حلوين جدا جدا جدا، ايا كان الصابون الثلاث صابونات قريبين من بعض حتى في السعر، 30 35 جنيه، مش غاليين قوي. استخدامهم مع ميه دافيه صباحا ومساء في حركات دائريه على البشره بتعمل نتيجه كويسه جدا جدا جدا. سيبهم على البشره دقيقه دقيقه ونص بتعمل نتيجه حلوه قوي. اول صابون عندنا حاجه اسمها ستار فيل اكني برون سكن، دي من الحاجات الصابون انا شفته حلو جدا جدا جدا، ودي معززه بشجره الشاي بزيت شجرة الشاي، حلوة قوي كأنتي بكتيريال وحاجة بتشيل الدهون اللي موجودة في البشرة. تاني حاجة عندي حاجة اسمها الفيت بار، فيت بار من الصابون اللي انا شفته محترم جدا جدا في مصر، حلوة قوي لانه يحتوي على مرطبات هيلة، فحلو قوي لجفاف البشرة، حلو قوي للبشرة الدهنية، البصور كمان واثار حب الشباب. الفيت بار من الحاجات اللي شفتها جميلة جدا جدا في علاج حب الشباب والاثار بتاعته. عندي كمان حاجة اسمها ترايتكت اكني، دي صابون من الصابون المشهور جدا في مصر ومعروفه برضو، من الحاجات اللي شفتها جميله جدا جدا، فيها خلاصه حاجات حلوه قوي، الالوفيرا والجليسرين وفيها بنسينول وفيها حاجات جميله جدا كمان، هي مضاده للبكتيريا البكتيريا اللي بتسبب حب الشباب، فدي ميزه موجوده فيها يا جماعه، فاحنا ممكن نستخدمها برضو زي ما احنا قلنا صباحا ومساء بميه دافيه ونسيبها على البشره دقيقه دقيقه ونص. يبقى احنا قدامنا الترايتكت دي مشهوره جدا، الستار فيل اكني برون سكن برضو دي صابونه، والفيت بار دي استخدم الحاجات دي من اسبوع ل 10 ايام بتعمل نتيجه كويسه جدا يا جماعه. السلام عليكم.